طيب الاستاذ احمد موسى راجل اهلاوي وراجل فرحان بالاهلي، زي ما على الجانب الاخر الاستاذ عمرو اديب زملكاوي وبيعبر عن مشاعره الزملكاويه. عموما نجوم التوك شو اعتقد حضراتكم متابعينهم وشايفينهم كويس، لكن لما يجي الانصاف للاهلي من مدرب للزمالك اعتقد يبقى كلام مهم جدا من الكابتن امير عبد العزيز. يعني هو طبعا على المستوى اللي فات السنه اللي فاتت طبعا مستر موسوماني لما جه ومسك فرقه النادي الاهلي كان واخد فرقه كوره، عندهم لعيبه تقيله، عندهم دكه كويسه، ماشيين بشكل كويس في البطوله الافريقيه. لما قابل فرقه الوداد في الدور قبل النهائي عمل ماتشات كويسه وقدر ان هو يوصل للنهائي. فمستر موسيماني مدرب كويس، احنا شفناه في سان داونز كان بيحصل معاهم على بطولات. فرقه النادي الاهلي برضو فرقه كبيره، فرقه كويسه، لعيبه محترمه. اي مدرب يمسك النادي الاهلي ممكن يحقق معانا نتائج كويسه يعني. طيب لعيبه محترمه، مدرب محترم، يستحق يكسب. اذا تكسب احترام منافسيك هذا هو الهدف، او دي النتيجه انك تعمل شغلك صح.